بمناسبة أعياد الميلاد وانتصارات الجيش العربي السوري في حلب، أحيت جوقة مار أفرام السورياني ريسيتال ديني وطني في كاتدرائية مار جرجس في الحسكة بحضور أهلي وشعبي. كل عام وانتم بخير. اليوم عم نودع ل2016 بنصر حلب، وهالميلاد المجيد هو بركة وهدية لسوريا مع ولادة السيد المسيح اللي هو ملك السلام. نطلب منه بسلامه يحطه على كل قطعة أرض من سوريا، على شعبنا، على جيشنا، على الكبار وعلى الصغار، لأنه كلياتنا بحاجة لهالسلام. رجاؤنا من سبحانه وتعالى أن يكون عام 2017 عام اطمأنينة، عام أمن وأمان للعالم بأجمع، ولبلدنا الحبيب سوريا، ولشعب سوريا، وجيش سوريا، وقائد سوريا. نوجه الدعاء، نوجه التحية، نوجه الأمنيات إلى كل أبناء سوريا وخاصة أبطال الجيش العربي السوري الذين حققوا نصرا كبيرا بالتعاون مع الحلفاء في مدينة حلب، وإن شاء الله تكون رسالة هذا العام، رسالة هذه الأعياد، رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة انتصار إن شاء الله لسوريا وأبناء سوريا وجيش سوريا. الريسيتال تضمن مجموعة من التراتيل الروحية والأغاني الوطنية، عبر المشاركون من خلالها عن فرحتهم بانتصارات الجيش العربي السوري في حلب. جوقة مار أفرام السرياني طبعا قدمت هذا العمل هدية لوطننا الأم سوريا، وهدية كمان أكيد لجيشنا العربي السوري المنتصر هلأ في حلب. كل عام وانتي بخير سوريا. تحية كبيرة للدكتور بشار الأسد وللجيش العربي السوري، وبحب بارك بهالعيد لحلب العز وحلب الكرامة، النصر الحلو يلي إجا بهالوقت. أتمنى الخير للجميع، والله يعيدوا على الجميع بخير وسلامة والأمان للوطن والرحمة لجميع الشهداء. منا يحل السلام على العام الجديد، على الوطن العربي كلياته، على كل العالم. أتمنى أنه بهالمناسبة تولد سوريا الجديدة، تولد حلب الجديدة. أتمنى أنه راس السنة تكون خير على العالم كله، والمغتربين كلها يرجعون ويعيدون مع أهل البلد كلياتهم. بعد انتهاء الأمسية أنار الحضور بمشاركة جماهيرية من أبناء المدينة شجرة عيد الميلاد أمام مبنى الكهربائية على وقع معزوفات من الفرقة الكشفية النحاسية، مؤكدين على تمسكهم بأرض الوطن ووقوفهم إلى جانب رجال الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر.